السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أزمة أخلاق. كنا اتكلمنا في الحلقة الماضية عن السحر وأنواعه، والشيخ أيمن ما كملش معانا أنواع السحر. واسمحوا لي قبل ما نبدأ حلقتنا أن أرحب بضيوفي في الاستوديو. برحب بضيفي الكريم الداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري. أهلا بك يا شيخ أيمن، منورنا. اهلا بك الصبريم، واهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. يا اهلا وسهلا. اهلا بك حبيبي. كما ارحب ايضا بسيده الاعمال البورسعيديه مدام سهير فاضل. اهلا بك يا مدام سهير، منوراني. اهلا بك يا استاذ ابراهيم، واهلا بالساده المشاهدين في مصر وفي العالم العربي. يا اهلا وسهلا. اهلا بك. مشاهدينا في كل مكان، للحلقه الثالثه على التوالي بنفتح معاكم ملف خطير وكبير، محتاج ارائكم ومحتاج مشاركتكم ومحتاج تفاعلاتكم. بشكر طبعا مشاهدي برنامج أزمة أخلاق على تواصلكم معنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك، صفحة إبراهيم خلف الله، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو صفحة الشيخ أيمن المصري عبر التواصل على صفحة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. مستنيين طبعا مشاركتكم طول الحلقة إن شاء الله معانا. اتكلمنا في الحلقة الماضية عن أنواع السحر والشيخ أيمن ما كملش معانا. النهاردة هنعرف أنواع السحر، وحلقة النهاردة السحر وأخطاره. هنشوف قد إيه السحر ده خطير، وهنعرف من الشيخ أيمن داخل الحلقة إزاي. إحنا عرفنا الحلقة الماضية إزاي الساحر يبقى ساحر. النهاردة إن شاء الله هنعرف كل أنواع السحر. ووقفنا الحلقة الماضية عند سحر التفريق. سحر التفريق يا شيخ أيمن، أنا بس عايز أسألك أول سؤال كده، السحر ليه أنواع مختلفة ولا كله بيتعمل بطريقة واحدة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، طبعا حضرتك خلاص النهارده انواع السحر، لا مش هنلحق طبعا. طب ازاي يا شيخ ايمن؟ ربنا كرمنا بس وناخد نوع او نوعين بس. للحلقه الثالثه بنفتح هذا الملف، وبصراحه يعني انا عارف ان هو ملف كبير وملف مهم، لكن للحلقه الثالثه فانا شايف ده كتير. يعني مش حضرتك قلت عايزين ناخد الموضوع بتوسعه ولا والسحر ده يعني علم كبير، يعني علم طبعا زي اي علم من علوم، مش يعني احنا قلنا هذا العلم انزله الله لحكمه. أنا كنت فاهم يعني يا شيخ أيمن في البداية عندما فتحنا ملف السحر والشعوذة والفرق ما بين العين والسحر وكيف الساحر يكون ساحر، افتكرت يعني أو حسبتها كده إن ممكن تتلم في حلقة، فإحنا لتالت حلقة أنا شايف إن ده كتير ولا إيه؟ والله يا إبراهيم أنا شايف إن المجتمع دلوقتي بيعاني جدا من المواضيع السحر والشعوذة. السحر امتلأت طبعا بالدجالين والمشعوذين والسحرة، فعايزين نحن نوعي المجتمع. احنا سبب المشاكل اللي احنا فيها دلوقتي بلدنا بقتش متحمله. احنا كل يوم بنسمع مشاكل، انا بيجي لي تليفونات والله يكاد انت لو تسمعها كل يوم مش هتنام الا وانت بتبكي. لان وجع، انت عارف يعني ايه سحر؟ انت بتوجع انسان، انت يا بتمرضه يا بتخليه لا حول به ولا قوه. اقسم بالله الناس عندها مرار مرار والام واوجاع واحزان لا يعلم عنها الا الله. هو أول ملف نفتحه يا شيخ أيمن عن السحر، يعني بصراحة أنا جالي كمية تليفونات كتير جدا جدا يسألوني عن موضوع السحر، وأنا كنت بديهم رقم تليفونك يعني بصراحة، لأن أنا ما عنديش العلم الكافي إن أنا ممكن أرد، يعني أنا أقل في العلم منك بكثير يعني، وأنا أحسبك على الله يعني خيرا يعني إن شاء الله، ولا نزكي على الله أحدا، ولكن أنا ما كنتش أعرف إن ناس كتير قوي مريضة بهذه الأعمال الخبيثة. يعني الأعمال السحر دي انتشرت بكثرة بطريقة غير عادية. المصيبة الطامة كمان بقى إن الناس بتروح بتطرق باب الدجالين والسحرة والمشعوذين دلوقتي، هم مش فاهمين. فاحنا إن شاء الله بإذن الله أنت يا رب، بجانب إن احنا نتكلم عن السحر وأنواعه وخطورته وإزاي السحر بيعمل سحر، لازم برضك أنواع الناس أروح مين هو اللي هروح له. لما أبقى أنا مريض أو عندي سحر أو مس أو أي شيء هروح لمين؟ اروح لمين؟ لان كل الناس بتروح، في ناس بتروح لطرق خطا، بتروح للسحرة على اساس ان هو شيخ، بتروح للدجال على اساس ان هو شيخ. فان شاء الله ربنا يكرمنا رب ويعيننا ويرزقنا الاخلاص في القول. طب اول سؤال يا شيخ ايمن، السحر كل واحد يتعمل بطريقه واحده ولا هو انواع وكل نوع ليه طريقه؟ لا طبعا،
ليه طرق طبعا. ليه طرق. ليه طرق. هي بص مش كل مهنه كده بتتعمل بطريقه واحده. تمام. لا، فده علم ليه كذا طريقه. وكل ساحر ليه طريقه. في ساحر بيستخدم طريقه اسمها طريقه الاقسام. ايه طريقه الاقسام؟ بيوقد نار، يولع نار، واخد بالك، وحسب طلب النوع اللي هو مطلوب. يعني واحد جاي له عايز يعمل مثلا سحر بشر، سحر تفريق، يفرق بين زوج وزوجته، واخد بالك، بيضع بخور ريحته كريهه. ركز معايا عشان المشاهدين الكلام ده، وطبعا الدكتوره اتكلمت في الموضوع ده قبل كده. هو واحد كمان عايز يروح يفك سحر. تمام. فهو لو هيعمل سحر في شر كتفريق او اي سحر ضرر، تعطيل زواج، اي نوع من انواع السحر اللي هنتكلم عليهم. تمام. بيحط بخور ريحته كريهه على النار. دي طريقه. هو لما خد الاقسام مع الجن هيعرفه بقى ان كل مره اما تيجي تطلبني هتعمل الطريقه دي. فبيولع نار، يروح حاطط بخور على فحم، يعني نار وفحم. تمام. يروح حاطط بخور ريحته كريهه عشان الجن يعرف ان هو عايزه في مساله شديده او فيها شر. طب عايز هيفك بقى لحد سحر او عمل، يروح حاطط بخور ريحته ايه؟ حلوه كريمه. ركز معايا. تمام. ولازم تسالني سؤال هنا. هو انا ينفع افك السحر بالسحر؟ ما ده هنقوله داخل الحلقه. هو عشان شوف، ما انا بقول لك بيحط بخور ريحه كريهه. تمام. في حاله لو هيعمل عمل سيء او اللي هو الاعمال بقى ايه هيضر. طب عايز يفك سحر او يفك عمل لاي واحد، كويس، بيحط بخور ريحته حلوه كريمه. عشان الجن يبقى عارف طلب المساله. تمام. فهنا ينفع نقول ان انا اروح لساحر او دجال او مشعوذ عشان يفك لي عمل او سحر معمول لي؟ لا، ما اعتقدش يا شيخ. لا يجوز. يعني الانسان الناضج، الانسان المحافظ على صلواته، والانسان المقتنع بدينه، طبعا مش هتورد عنه فكره ان هو يروح لساحر. يعني ما هي دي الاشكاليه يا استاذ ابراهيم بقى، اللي عند اللبس اللي عند الناس. ايه هو؟ ان لما اروح لواحد زي دوت ويفك لي عمل، ما هو بقى ده شيخ. ده راجل عنده علم. خلي بالك، ما هي دي المشكله. ده اسمه اللي احنا بنقول تلبيس ابليس. ايوه. هو زي ما بيعمل اعمال شر بيعمل اعمال خير، بس برضك الخير اللي بيعمله مش مظبوط. تمام. لان لما يفك سحر او يفك عمل المسحور او الشخص اللي راح عشان يفك له، هو يظن ان هو فك. لا، ده بيبقى فك مؤقت، او خير يراد به شر. يعني بالظبط، هو خير يراد به شر. لازم كل شهر او شهرين هيتجدد ويرجع له تاني، يقول له ده حصل لي الاعراض تاني. يروح دافع فلوس تاني ويعمل له عمل او يعمل له حجاب حسب بقى انواع الاعمال عشان يفك السحر اللي عنده، واخد بالك، ويمشي وشهر واتنين ويجي له تاني. تمام. فده اسمه يعني ايه؟ حل مؤقت، لانه شر برضك. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان لكل داء دواء. ايوه. وابدا ما جعل الله لداء دواء من حرام ابدا. طبعا ما ينفعش طبعا اي مرض عندي استخدم له حاجه حرام واقول انا عشان انا تعبان. لا، في ناس وهو ده بقى يا شيخ ايمن اللي انا قصدته الحلقه اللي فاتت، لما قلت بعض الشيوخ ظهرت على بعض القنوات الفضائيه وانا شفتهم، يقول لك ان في سحر اسمه منفوخ ماكول او منفوخ مشروب. في انا فاهم الكلام ده، انا عارف ان هو فيه. وقال لك لا يصلح القران او الرقيه الشرعيه او السنه في علاج مثل هذه الحالات، ولازم كده يعمل خلطه هو ويعملها فيسقيها للمريض فينزل السحر ده منه، عباره عن قيء مثلا او اسهال. يعني انت فاهمني؟ الخلطه دي جابها منين؟ الخلطه دي هو عاملها بقى، يعني شويه حاجات كده مكونات هو بيعملها من عند العطاره مثلا، ولا يعلم الله عنها شيئا، ممكن يكون حاطط فيها حلال على حرام. ما خلاص بقى، ما المقصود من هنا التكسب. يعني في طب الاعشاب. بس انا دلوقتي عندي سحر. تمام. السحر ده هيتفك بالايه؟ هو بالقران والسنه. مفيش حاجه اسمها بالرقية. عارف يعني يقول لك القران مش هيفك سحر؟ ده كده بيشك في قران الله. نكمل الموضوع ده بعد المداخله اللي معانا يا شيخ ايمن ان شاء الله. معلم محمد بن اسكندريه، اهلا بك يا فندم، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. بنكلم فضيله الشيخ ايمن. اتفضلي يا فندم الشيخ ايمن على الهوا حضرتك، اتفضلي. طيب يا فضيله الشيخ. اتفضلي يا ام. السلام عليكم. عليكم السلام. ادخلي سريعا يا ام احمد في الموضوع وعلي صوتك شويه بعد اذنك. طب ماشي، انا ممكن عايزه بس اتواصل مع فضيله الشيخ، لاني انا معمول لي سحر بالاذى جامد، وتفرقت من زوجي وحصلت يعني حاجات كنت هموت فيها. طيب سيبي رقم حضرتك في الكنترول ان شاء الله، الشيخ ايمن يرد عليكي بعد الحلقه ان شاء الله باذن الله. طب يا ريت بالله عليكم. انا متشكرين لمداخلتك يا ام احمد، متشكرين جدا. شيخ ايمن هنكمل بقى موضوعنا يعني. تمام. انت حضرتك بتقول في طرق للسحر. طبعا هو كل الدجالين بيستعملوا او يستخدموا طريقه واحده، ولا كل واحد منفردا كده ليه طريقه؟ يعني لا طبعا، في كل واحد طريقه.
في طريقه مثلا نقول دي طريقه الاقسام اللي قلنا عليها، تمام، اللي هو هيجيب نار او فحم وبخور ثم يقول بقى الطلسم بتاعته الشركيه عشان الجن يجيله ويشوف مسالته، دي اسمها طريقه الاقسام. طيب. اللي رايح يضر ناس هو فاهم ان ده ساحر؟ لا مش طبعا مش كله، لا ما انا هقول لحضرتك بس اللي رايح يضر ناس ركز ده خلاص ده يضر هو فاهم ان اللي رايح يضر ناس وهيعمل لناس عمل هو فاهم ان ده كاهن وساحر وراجل اللي عنده دين ولا قسم ولا عهد ولا يقيم بالله اصلا. اللي رايح بقى يفك حاجه وعايز حد يستعمل معاه او يستخدم معاه القران والسنه، نقول ايه بقى للناس اللي بيروحوا ويسمعوا بقى تمتمات وحاجات غير مسموعه وحاجات غير مفهومه، نقول لهم يعملوا ايه في السعاده يعني؟ يا حبيبي ما ده ان شاء الله هنتكلم فيه. ازاي اعرف الشخص اللي انا رايح له ده راجل ساحر او دجال او مشعوذ ولا راجل من اهل التقوى؟ وخصوصا غالبا اهل التقوى مش بيقعدوا في اماكن شكلها غريب ولا لا، يا اما بيقابلك في مسجد يا اما بيقولك تعالى للبيت يا اما هو بيجي لك البيت. اي واحد ما يقراش قران واذكار من سنه النبي صلى الله عليه وسلم تعرف ان دوت جاهل نصاب بقى مشعوذ ساحر. انا غير القران ما اعرفش، ما اعترفش بغير القران. طيب احنا قلنا بقى الطريقه، اول طريقه طريقه الاقسام اللي هو بيقسم على الجن بقى انه يحضر ويشوف المساله بتاعته، تمام. تاني طريقه طريقه الذبح. وكل مشاهدين طبعا تركز معايا، اول لما تروح لواحد يقول لك هات لي دي مثلا اي طائر ديك او اي طائر بقى بمواصفات هو الساحر بيطلبها وخصوصا وغالبا بيكون اسود، تعرف ان ده على طول ايه؟ ساحر. ساحر. وطبعا في ناس رايحه اساسا انت فاهم هي رايحه عايزه تضر، وبقول له كل واحد مؤذي، كل واحد رايح عشان يضر انسان، تمام، الساحر كافر، تمام، ومن ذهب اليه والنبي اهدر دم الساحر حتى لو استتاب، حتى لو استتاب، حتى لو تاب الى الله وندم ورجع لازما يقتل. لحظه يا شيخ ايمن انت بتقول كلام خطير جدا، حتى لو استتاب. انا اعمى اقول لا لا انا مش المقصد ان انا اشكك في معلوماتك او اشكك في علمك لا سمح الله، بس انت بتقول كلام خطير جدا، باب التوبه مفتوح يا اخي. يقبل الله التوبه. يقبل الله التوبه. يعني انت دلوقتي واحد قتل انسان، هو ده مش كان بيقتل وهو بيسحر؟ تمام. وبيمرض؟ تمام. واذى الناس؟ تمام. وانما جاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا. طب ده واحد قتل ناس وضر ناس جاي يتوب، واحد قتل انسان وجاي بقى يقول يا جماعه انا قتلت فلان، هيقولوا يلا سمح ولا هيقيم عليه؟ انت ما تقصده يعني زي نقيم عليه الحد أو, او 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 ربنا امر بقتله؟ الله انت مالكش دعوه بقى بربنا يقبل توبته او ما يقبلهاش. الله يفتح عليك. الله تبارك وتعالى. هذا مقصدك يا شيخ؟ الله يفتح عليك. الله يبارك لك. هي دي زي تبرير موقفه. احنا بس عشان نفهم الساده المشاهدين، هو ده مش واحد اخطا واذنب قتل ودمر وقطع اشلاء ناس، تمام، طيب ده يبقى جزاؤه لازم يقتل. اما بقى ان رب ان التوبه تقبل او لا، ربنا بقى سبحانه وتعالى، عند الملك سبحانه وتعالى، لهم عليه لهم له وعليهم عليه، لازم يكفر عن ذنوبه، تمام، بالقتل اللي هو ده قصاص زي قصاص، تمام. فالقاتل الساحر كافر. كافر. طب اللي بيروح له بيبقى شريك في الكفر ايضا، يكفر بالله. هو مش ده قال لك من سأل عرافا سأله بس، سأل بس فلا يقبل الله منه صلاة 40 يوم، تمام. طب اللي يسأل دجال او عراف او ساحر ويصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. هنقف في الحته دي يا شيخ ايمن ان شاء الله باذن الله، وخلينا فاكرين يعني او خليك فاكر ان احنا عند سحر التفريق. تمام ان شاء الله باذن الله. مدام سهير، من واقع حياتك وانا اعرف ان كثير من السيدات في بورسعيد كانوا بيلجؤوا لك لتحليل لهم مشاكلهم او يستشيروك، يعني اغرب قصه واجهتك يعني في الموضوع ده بالذات، يعني موضوع السحر والشعوذه والدجل، وأني حد راح كده الدجال وصدقه يعني، وهل السيدات المصريات لسه عندهم هوس بموضوع السحر واحنا وصلنا للقرن 21؟ طبعا هو يعني في حالات كتيره بيحكوا معايا من الاصدقاء والصحاب، بس مش بورسعيديه بس، يعني في القاهره هنا حالات كتيره جدا عن بورسعيد، لان الدجال اساسا او المشعوذ ده بيلعب على حاجتين، ضعف الايمان اللي في الشخصيه اللي قدامه وعلى الماده، هي مبسوطه ومعاها فلوس اشتغل عليها، ولا هي ست غلبانه وفقيره فانا مش هستفاد منها غير ب 200 300 جنيه وتمشي. فبيلعب على نفسيه البني ادم، لان الدجال نصاب محترف، تمام، بيعرف يلعب على البني ادم كويس. في حالات كتيره بقى، طبعا انا ليا واحده صاحبتي جوزها كان دايما بيعمل مشاكل معاها، فهي من كتر المشاكل تخيلت ان حد عمل لها عمل بعد المداخله ان شاء الله. أوكي. يا دكتور،
معنا السيده ام رومواني. اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. اهلا بيك يا باشا. ممكن بس حضرتك تعلي صوتك، علي صوتك بعد اذنك. حاضر يا باشا. الشيخ ايمن معايا؟ تمام. اتفضلي الشيخ ايمن، سامعك. حضرتك وطي صوت التلفزيون خالص واسمعينا من التليفون بعد اذنك. التلفزيون وطي خالص. ماشي. طب اتفضلي. شكرا. انا عندي جوزي متوفي قعدله فترة يعني كبيرة. فابني كان يعني عايش في هنا ويعني حاسة يعني بيشتغل في مصر، بدا وطن في مصر. فحتى مرير راح اتجوز من مصر. فاتجوز من مصر، فهو يعني اديله سنة ما رفعش سماعة علي ولا قال لي انت فين. بعد ما بحكي لأموالي كلها. يعني وقعدت كده وانا قاعده مفروض لوحدي، ما فيش لا حد يعني حواليا ولا شيء، يكون يعني الباب مقفول عليا، اطلع شيء اطلع اكشف وارجع اكتب باب وانام. ربنا يشفيك ويعافيك يا ست ام رماني، وان شاء الله ندعو له بالهدايه، يعني ربنا يرقرق قلبه كده وربنا يهديه يا رب ويسال عليك اكيد. معانا استاذ رمضان، اتفضل يا استاذ رمضان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم، اتفضل. انا بصراحه من رايي اللي يقوم بعمل السحر ده يتعامل مع عمله الارهابي، يعني لازم يطلع قانون يحاكمه بالاعدام بصراحه كده، يعني مش عاوزين احنا نخش في الدوامه دي. شوف يا استاذ رمضان، انا عايز اقول لك على حاجه بس، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه بس. شكرا طبعا لمداخلتك وسمعنا عن طريق التلفزيون. شوف يا استاذ رمضان، طلع قانون ما طلعش قانون، كله بيتحايل على القانون في هذا الزمن يعني، ومن قديم الازل، والدراما المصريه جسدت حاجات كتير قوي في الافلام والمسلسلات للسحره والدجالين وبتاع. اللي بيساعد الدجال او الساحر هو المواطن نفسه اللي بيصدقه ويروح له. وزي ما بتقول كده، طالما في ناس بيضحك عليهم فاكيد هو بخير يعني وهيتكسب من هذا الموضوع. شكرا استاذ رمضان. طب معانا الاستاذ محمد، اتفضل سريعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وطي صوت التلفزيون، اسمعنا من التليفون بعد اذنك. يا شيخ ايمن، يا اهلا وسهلا، اتفضل. ربنا يبارك لك يا شيخ ايمن في اللي بتقوله ده، والله ربنا يخليك، رسالتك وصلت. شكرا يا استاذ محمد. مدام سهير، القصه اللي كنا بنحكيها، اتفضلي. فهي من كتر المشاكل تخيلت ان معمول لها عمل، لان برضو يعني الموضوع ده نفسي على فكرة اكتر من ان الانسان يحس ان عنده حاجة يعني. فراحت لدجال وقالت له انا جوزي عامل معايا مشاكل مش عارف ايه، فراح قال لها اغرب حاجة بقى، قال لها حماتك بتكرهك؟ قالت له جدا. قال لها يبقى حماتك اللي عاملة لك العمل. استنتج كده يعني. افترضنا بقى ان هي بتحبني يعني، كان هيقول لها ايه مثلا؟ كان هيختار شخصية اخرى بقى. قعد يقنعها ان حماتها عامله لها عمل عشان جوزها يطلقها وكده، وانها لازم تروح تجيب له حاجات من العطاره. راحت جابت حاجات في حدود 200-300 جنيه. تمام. واداها حجاب وقال لها حطيه تحت المخده في الجنب اللي جوزك بينام عليه. فحطيته، فالمشاكل بتزيد. فراحت له قال لها لا انت ما حطتيش بقى العمل صح، ممكن يكون اتزحزح مش عارفه ايه الكلام دوت. الراجل اتقلب وهو نايم، اتزحزح شويه. ففي حاجات بقى لازم نجيبها وما هيش موجوده في مصر، هنبعت نجيبها من المغرب علشان جوزك خلاص كده هيتجوز عليكي، ويعني نلحقه يا ما نلحقوش. تمام. طب بكام الحاجه؟ ب 3000 جنيه. طبعا زي الهبله راحت اخذت من مصروف البيت واديته ال 3000 جنيه وعمل لها حجاب تاني. فبالصدفة جوزها خبطت ايده في الحجاب، فضحها في العيلة بقى وعند اخواتها واهله واهلها، وراح مطلقها. فتحت الحجاب لقت محطوط فيه شوية كزبرة على شوية ملح وشوية شخبطة كده ونجوم بالقلم الاحمر. قعدت تعيط. طبعا جوزها ما رجعلهاش لحد دلوقتي، خلاص بقى البيت اتخرب يعني، واولاد اتدمروا زي ما الشيخ قال المرة اللي فاتت، ان الخراب بيبقى على الاولاد اكتر من الزوج طبعًا والزوجه. طبعا. والفلوس ما رجعتش طبعا. لا طبعا. يعني مش مشكله الزوج، هو طلقها وده حقه طبعا. طبعا. اللي يقوم النوم من اللي يقوم من الصبح من النوم يلاقي زوجته حاطه حجاب هو ما يعرفش اضراره ايه. بص يا استاذ ابراهيم، اي انسان مش ست بس، ست شاب بنت راجل ضعيف الايمان لازم تعرف ان الدجال هيعرف ينصب عليه وياخد منه. ده دي حاله يعني اخذ منها 3000 جنيه، في حالات بتوصل ل 50000 جنيه.
علشان يعالجها، علشان يعمل لها حاجة لشغلها، عشان مش عارفة ايه، وكل ده ما بيحصلش منه حاجة. تخيلي كده مدام سوير، ان انا كنت بتواصل مع الشيخ ايمن يعني من يومين او ثلاثة كده عبر الهاتف يعني والتليفون، فكان بيقول لي اللي بتعمل سحر لزوجها ده بتعيش سعيدة سنة او سنتين، بس هي ما تفهمش وما تعرفش ان بعد فترة من الفترات جوزها ده هيمرض وهيدخل في حاله اكتئاب حاده، وممكن توصل معاه للانتحار، لان هو عمل ما بيرضيش ربنا طبعا. طبعا ده شرك بالله، والحاجات دي لما بيديها حاجات بقى تحطها له في الشاي، لا في الـ في الـ في الاكل مش عارفه ايه، دي بتاثر عليه. وعلى فكره يعني في حالات كتيره يعني علميا اثبتت ان الحاجات اللي بتتشرب دي بتجيب امراض، وامراض خبيثه كمان في المعدة، لان بتبقى حاجات مش نظيفة، وحاجات بقى عارف خلطات عاملينها غريبة، انت مش عارف هي دخلت معدة الانسان عملت في ايه، مع مرور الوقت بتدمره طبعا. احنا من خلال برنامجنا بنناشد الجهات التشريعية في مصر يعني غلظوا العقوبات على مثل هذه اللي بيقوم بالاعمال الخبيثة دي. يدخل السجن سنة او سنتين، تبص له يعلم واحد او اتنين وطلعوا بقى بدل الدجال اتنين وتلاتة، ويبقى عايم فلوسه بره، فلو حاسس ان هو هيموت يقول لي واحد خد العهد مني واشتغل ساحر وبدل الموضوع ده يعني. فانا يعني رجاء والله العظيم بجد، لو خد اعدام دي مش مشكله، لان هو اعدم ودمر حياه ناس كتير. شيخ ايمن، ما هي بقى انواع السحر وقفنا، وما هي اخطارها يعني؟ طيب احنا قلنا طريقتين، طريقه الاقسام والذبح. انت عايز تعرف السحر كل واحد ليه طريقه. تمام. واحد بيقسم على الجن عشان ياخد الطلب بتاعه، والتاني بيذبح للجن طائر عشان الجن يجي يلبي له طلباته. الطريقه الثالثه اللي هي الطريقه السفليه، ودي اشد انواع الطرق او اشد انواع السحر. الطريقه السفليه دي اللي بيقول عليها السحر الاسود. ايوه. دي بقى السحر بيصل لدرجه من الكفر. يلبس المصحف في رجله وداخل يدخل الحمام، يخش يصلي في الحمام بدون وضوء. كل ده ليه؟ عشان الجن يحضر له ويجي له. تمام. وده اكتر واحد ليه اعوان من الجن، يعني ابليس المريض الكبير بيسخر له جن وشياطين كتير معاه. تمام. اكتر عدد بيكون تحت خدمه السفلي ده، وده طبعا انتشر بطريقه، وخلي بالك عشان موضوع السفلي ده عمل يعني في حكاوي في قصص حقيقيه حدثت لا حول بها ولا قوه. السفلي ده يعني واحده اتصلت بيا من 100 فتره بتقول انا رحت ظهر عليا علامات كده وبتاع، فاختي قالت لي تعالى اروح لوديك الواحد وده كويس، ولو في عندك سحر هيحلهولك، وكل المشاهدين تركز استاذ ابراهيم يا ريت، المواضيع دي مهمه جدا وكل الناس تخلي بالها. راحت للسحر، هي هو بالنسبه لها شيخ. تمام. هي راحه للشيخ، راح قال لها انت معمول لك سحر، واللي عملته لك زوجك هي طبعا دي زوجه اولى وفي زوجه ثانيه. طيب اعمل ايه؟ قال لها ده اعمل لك معمول لك عمل سفلي. طب ايه السفلي؟ قال لها السفلي ده اللي عمله لها اختلى بيها، نام معاها يعني. فعشان تفك السحر لازم تفكيه بسفلي. طب اعمل ايه يعني يا عم الشيخ؟ لازم انا انام معاك. وضح لي بس الحته اللي عمله لها عمل ايه؟ اللي عمل لها هي وهو بيقول لها اللي معمول لك سحر سفلي. فاللي راح عمل اشد انواع السحر. حاجه يعني العاليه، نزوات بقى وغرائز بقى وحاجات مقززه ومقرفه يعني. السحر السفلي اللي بيعمل العمل السفلي ده بيوصل لاعلى درجات الكفر. عارف يعني يلبس مصحف في رجله ويخش الحمام يتوضى باللبن دايما على نجاسه؟ فهو كون ان يزني بها يعني ده تقرب للجان يعني اكيد. الله طبعا. امال ايه؟ صح. ركز معايا في عشان السفلي ده مهم جدا ولازم نقف عنده شويه. السفلي لازما ياتي من المحرمات، لازما يجامع الاجانب، لازم يكون هو اساسا الزنا ده حاجه في دمه. وبيزني في المحارم. ده كان شرط ان يكون ساحرا يعني. وصل لدرجه من الكفر يعني حاجه خطيره. السفلي ده بقى يعني منتشر بطريقه، يجي ناس مثلا يلا ده هنا في هنا كنز في مقبره يعني. يجي الشيخ بقى يقول لك احنا هنجيب بتوع المغارب دولت او اللي هم بتوع السفلي دولت بيبقوا ايه؟ بيجيبوا من الاخر. وهو بيدمر عليك بيتك ويدمر حياتك. بيدمر حياته. بعد المداخله يا شيخ ايمن اتفضل. معانا الصحفيه والكاتبه الاستاذه ندى حسني. اهلا بيك يا استاذه ندى، اتفضلي. اهلا يا استاذ ابراهيم، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا فندم. الناس الجميله اللي معاك الشيخ ايمن والاستاذه سهير، الله يكرمك. ازي حضراتكم؟ اهلا وسهلا.
طبعا كلام جميل اللي انا سامعاه ده، وهي ازمه الاخلاق فينا احنا يا استاذ ابراهيم. دي حقيقه فينا احنا. واحنا مش عارف اقول لك ايه يعني بصراحه. انا من كام يوم حصل لي موقف كده، جاني واحد اسمه عم عيد، نفس الشارع جابوه عندي. تمام. وكان عنده مشكله برضو، اشترى ثلاجه من سنه 96. والثلاجه بالقسط. يعني شوف سنه 96 كانت الحاجه ايه، سعرها ايه. تمام. فوصل ثمنها متهيألي بيقول لك دفع اكتر من 150 الف جنيه لحد النهارده. ده في ثمن الثلاجه. طبعا الشركه دي اسمها باين الشركه الدوليه التجاريه للتجاره. والشركه افلست. وصاحبها مات. طبعا الشركاء ما عندهمش حاجه يعملوها غير انهم يا عيني يفتروا على الناس اللي كانت مقسطه منهم. ولما كانوا بيروحوا يدفعوا الكمبيالات ما كانوش بيدوهم كمبيالاتهم يا عيني اللي هم مضوها، بيدوهم اوراق مزوره. عشان يحتفظوا بالاصل يعني. ايوه يحتفظوا بالاصل. وكل شويه يا عيني يبتزوه ويشتكوه. والراجل يروح يتحبس له 8 شهور 9 شهور سنه على كده. وهو الراجل يعني سبحان الله الناس العفويه عارفهم بقى اللي هم بتوع زمان. عنده يجي 70 سنه. انا اعرف ان اهل الغربيه ناس طيبين يعني. لا بصراحه انا نزلت الموضوع وبصراحه حاز على نسبه مشاهده كويسه. تمام. واهل الخير بصراحه في ساعتها قاموا معايا بكل واجب، ووديته عند الاستاذ مصطفى المؤلي. بصراحه برضو ما قصرش. ده محامي يعني. ده محامي كويس قوي. كمان في واحد من اهل الخير اسمه. طب المطلوب يا عزيز. المطلوب يا استاذه ندى، المطلوب يعني باختصار. المطلوب احنا عايزين نقف جنب الناس اللي هي يا عيني مظلومه ماديا، ونقف ضد الشركات اللي هي بتظلم الناس. دي ازمه من ضمن الازمات يا شيخ ايمن الموجوده في مجتمعنا يعني. ايوه. تلاقي واحد محبوس في ثلاجه، واحد محبوس في غساله، وحاجات وممكن يكون مسدد تماما. طبعا انا بشكرك جدا لمداخلتك يا استاذه ندى. انا بس طبعا بناشد اهل الغربيه من الناس الساده المحامين المحترمين في طنطا، الساده المحترمين، سيبي رقمك يا استاذه ندى من فضلك في الكنترول، وان شاء الله انا اعلم ان الساده المحامين في طنطا ناس محترمين جدا وعندهم شهامه ورجوله كده، ان شاء الله يتواصل معاك ويتبنوا هذه القضيه ويقفوا ضد الظالم يعني لو كان ظالم. بشكرك استاذه ندى. شيخ ايمن معلش هي خرجتنا من موضوعنا، بس طبعا دي ازمه من ضمن الازمات الموجوده يعني. لا مش مشكله، ربنا يبارك. السحر السفلي او الطريقه السفليه، الطريقه دي يا جماعه بتدمر بيوت كتير قوي، كتير كتير فوق ما تتخيل. اللي بيدوروا على اثار ويجيب واحد سفلي، السفلي ده هيوديك للدمار. عارف بيعمل ايه؟ يجي طبعا هو مش فاهم حاجه، عشان تبقى فاهم ان شغل الاثار ده ليه ناس وليه دكاتره متخصصين في خروج الحاجه. فالسفلي ده حاجه كله نصب وضحك. مش فاهمين حاجه. هو الجن بيضله، وفي الاخر عشان الجن يوصل لهويته والحاجه اللي هو عايزها، الجن عايز في الاخر ان هو ايه؟ يقول لصاحب المكان عشان نوصل للبوابه او الباب لازم أن انمع مراتك قدام الباب. والعياذ بالله. وطبعا الراجل عشان الفلوس اللي هتودي الناس في داهيه، الفلوس اللي هتدمر المجتمع، الفلوس اللي هي فاكر ان هو بالفلوس خلاص يعني. بيرضى ينمع زوجته. ده في حاجة أخطر يا شيخ أيمن، حضرتك يعني أكيد سمعت عنها، حصلت كتير جدا، إن هو ممكن يطلب منه إن إحنا عايزين دم نذبح طفل ما يزيدش عمره عن قد كده، أو شاب عمره قد كده نذبحه. بيجيب عيل من عياله. أيوه ما قصة جاب عيل من أولاده. شد عيل من أولاده. هنعرف هنعرف مين شده من أولاده بعد المداخلة. معانا الست أم محمد من القاهرة، أهلا بيكي اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته يا فندم اتفضلي. لو سمحت، انا بتجوزها في بيت وكده، وكان عندي اختبار في البيت، وتقول لي يعني اول ما دخلت كده تقول لي انا شايفاك نار، انا شايفاك ولعه مش عارفه ايه، فجيب لنا شيوخ وكده، كان عندها 35 سنه. جيب لنا شيوخ وكده، دخلوا البيت وكده، قالوا ده انا عندكم اثار، وهي كانت بتقول انا بشوف حاجات في البيت ياما. فكل شيخ ما يجي يجري عليها وكده، تيجي يجري عليا نار اخرى، وما يلاقيش عندي حاجة. وبص ما كانش بيتكلم في البيت بصراحة، بس عندي ابن 4 سنين ونص بيقوم من نص الليل يقول يا ماما في معدة في وسط النوم. شوفوا شغالين القرآن، يقول لي المعدة واقفة يا ماما. اللعبة؟ المعزة. معزة معزة معزة. عفوا عفوا المعزة. تمام.
ما هو الجن مش هيجيب له لعبه، اكيد هيجيب له اي حاجه. هو بيبقى تفسيرك للظاهره دي يا شيخ ايمن يعني؟ المعزه دي جن. جن آه. طب طفل صغير يشوفها ازاي وغير الكبار ان هم ما يشوفوهاش يعني؟ يعني مش ضابط، ممكن هي مع هو الطفل اللي اتاذى. ما هو الا السحر بيأذي اي حد في المكان، واخد بالك؟ بس هم يقين هيبقى في حاجات ملموسه هم مش هيدركوها. يعني ممكن تلاقيهم هم في اذى، في مشاكل مع زوجها باستمرار. هتلاقي ما بتطقش زوجها ساعه الجماع. طيب هي تقدر تتواصل عبر رقم تليفون بفضل الله؟ اي حد عايز يتواصل ارقامنا موجوده في الكنترول. احنا بس نستاذن مخرجنا الجميل ينزل رقم الشيخ ايمن المصري على الشاشه. معانا الاستاذ نجاح، اهلا بيك، اتفضل. الاستاذه نجاح، عفوا، الاستاذه نجاح من القاهره، اتفضلي. فضلك الله يا فندم. معايا الشيخ؟ اتفضلي الشيخ ايمن معاك، اتفضلي. طيب يا دكتور لو سمحت. الو، اتفضلي يا فندم سريعا، انت على الهوا. طيب فضلك الله، انا معايا بنت اختي عندها 10 سنين، بقالها سنتين مريضه. دخنا بيها يعني، ما فيش تحاليل ولا اشعاعات ولا اطباء. هي لمؤاخذه بترجع، ولدرجه رجلها اتلمت كده مش راضيه تفردها خالص. دلوقتي امها لمؤاخذه بتدخلها الحمام، فلجأت للدجالين والشيوخ والحاجات دي عشان تعالجها. تمام. واحد ضحك عليها، خد منها 4000 وهي غلبانة. اخد منها 4000 وقعد يعمل للبيت جلسات ومش عارف ايه. ومية مصلي عليها، هو مسيحي. وما خلتش يا عيني ولا شيوخ ولا كنائس. يعني استاذة نجاح بس لحظة، هي مسلمة وراحت لحد مسيحي يعالجها يعني؟ هي بص حضرتك، من كتر يعني ما تعبت سنتين، البنت كل اللي اللقمة اللي تاكلها ترجعها. كل يوم تشتكي في حاجة شكل. تمام. مشكلة رجلها اتلمت كده ما بتفردهاش خالص. الشيخ ايمن هيرد عليكي، شكرا لمداخلتك. معانا الاستاذة اسماء من اسكندرية، اهلا بيك يا استاذة، اتفضلي. الو، السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. بصراحة انا بشكر البرنامج وعشان بس انا عندي استاذة حلو. فضل. انا حلمت قبل كده ان انا بقرا على طول سلسله الزلزله. تمام. ومن الثاني حلمت ان انا لابسه خاتم مفضل نفس اللون، اللون اللبني، واوصل لاده الحجر كريم. بس كده. سامع انت يا شيخ ايمن كويس؟ لا والله. استاذ اسماء لو معايا عيدي تاني بس. خلينا في موضوع السحر، الله يكرمك. هي حلمت ان هي بتشوف صورتها. والله بقى في برامج بقى لتفسير الاحلام والحاجات ديت. مدام سهير، الحاجات الغريبه اللي السيدات المصريات وصلوا لها يعني، لما بتقعدي معاهم بقى بتقولي لهم ايه يعني؟ بتنصحيهم بايه؟ بتقولي لهم ايه؟ يا جماعه دول دجالين، دول مش عاوزين. وعلى فكره قطاع كبير منهم ما يصدقوكيش يعني، الا ما يشوفوا ويتضروا، واخد بال حضرتك؟ يتضروا بقى ضرر جسدي يا ضرر مادي، وهو الموضوع كله قائم مع الدجال دوت او مع الساحر علشان يتكسب من المال الكثير والكثير. تمام. وكان الشيخ ايمن قال لنا هو راجل اشترى الدنيا بالاخره، هو مش عايز حاجه من الاخره يعني، انت فاهمني ازاي؟ هو راجل باع دينه، ولا ليه عهد ولا ليه يقين ولا ليه رب ولا ليه اله، لدرجه ان هو قال لك بيقعد 40 يوم نجس على نجاسه، وفي اخر يوم من ال 40 عشان يحضر له الجن يرسم دايره ويقف فيها عريان كما والدته وامه، وفي ايده شمعتين، وعندما يجيء له الجان يفعل معه المحرمات واللواط والحاجات دي. يعني راجل ما عندوش يقين ولا عنده دين ولا عنده عهد، فانا متهيألي لا هيصعب عليه حد ولا هيتعاطف مع حد. طبعا. فقير يعني. بقى غني، هو المقصد كله الفلوس. طب لو مفيش فلوس والست جميله يبقى مقصدها جسدها، لا اكتر ولا اقل. بالظبط. تقولي لهم ايه بقى وبتنصحيهم بايه وهم يردوا عليك ازاي يعني؟ اولا هو يعني المفترض ان كل بيت القران ده ما يتقفلش فيه. تمام. لان قران ربنا ده وكتاب ربنا ده يعني اهم من كل مشايخ الدنيا، ده حقيقه. تمام. بقى احترامي للشيخ ايمن. طبعا ما هو ربنا برضو ادى لكل واحد يعني والإنسان علمه، انت فاهمان ازاي؟ بالظبط. القران ده يعني ممكن نسمعه، احنا نسمعه برضو من شيخ يعني، انت فاهمان ازاي؟ ما هو مش شرط تسمع القران. لا بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا برضو القران ده لما يشتغل في البيت ما هيشتغل عبر مثلا تسجيل او كاسيت او تلفزيون، ما هو اللي بيقراه شيخ يعني، انت فاهمان؟ ايوه. لا انا اقصد، لا يعني انا اقصد ان ايه، تسمع القرآن، مش مجرد ان انا مشغلة القرآن وقاعدة بقى بعمل في البيت، لا اسمع واردد مع اللي بيقرأ قرآن التلاوة علشان يبقى جوايا مفيش حد يقدر يوصل لي بسهولة او يضحك عليا. والمفترض ان اي ست ما تفكرش في حياتها انها تروح لدجال، لان هي كده يعني بتعمل حاجه من المحرمات يعني. هو زي ما الشيخ قال ان ده حرام اساسا. طبعا. ومش مش الدجال بس اللي هيتعاقب او هيدخل النار، لا ده هي المفترض قبله عشان سمحت لنفسها تروح له.
يعني عايزه اقول لكل واحده بقى صلي اتقي الله. اتقي الله في بيتك وفي اولادك وفي جوزك وما تشجعيش. يعني واحده مثلا طول ما قاعده تقول لك ايه انا شايفه خيالات على الحيطه. هي مريضه والله هي مش شايفه حاجه. ده انا لما بدخل انام بسمع الحلل عماله بتتخبط في المطبخ وزي ما يكون حد ماشي، ولما ابقى نايمه احس ان حد جاي واقف جنبي وابقى مفتحه نص عيني كده ولا ايه واقف جنبي وخايفه وعايزه اتغطى مش عارفه. كل ده امراض نفسيه. لو هي طلعتها من دماغها مش ترجع للدجال. شوفي اللي هيحط بقى في دماغه الخوف والرعب والحاجات دي بالظبط. لو الساعه 2 الظهر وفي قلبي 100 واحد وهو خايف من حاجه معينه، زي المثل كده الدارج بالبلدي يقول لك اللي خاف من العفريت ايه يطلع له. وانا مش عايز يطلع لي يا دكتور. معانا ام احمد من العمريه، اهلا بيك يا فندم اتفضل. السلام عليكم. ممكن بس صوت التلفزيون توطيه خالص واسمعيني عبر التليفون اتفضل. وطيت يا فندم. اتفضلي بقى يا فندم. ممكن عايزه بس اكلم الاستاذ سهير. اتفضلي. السلام عليكم استاذ سهير. عليكم السلام. ممكن عايز اكلم بس حضرتك في موضوع شخصي بعد الهوا. طب سيبي رقمك في الكنترول ان شاء الله. شكرا. معنا مين تاني؟ معنا اتصال. استاذ عماد اتفضل. اهلا وسهلا. الو. تلفزيون وطيه خالص اسمعنا عبر التليفون من فضلك. ازيك يا استاذ؟ الله يخليك. سريعا بقى حضرتك، بس كنت عايز اتواصل مع الشيخ. اتفضل الشيخ سامعك اتفضل. ما انا كنت عاوز ارقم انا اكلمه وانا في حاجه كده. سيب رقمك في الكنترول هيتواصل معاك بعد الحلقه ان شاء الله باذن الله. شيخ ايمن، ما هي اعراض السحر بقى على المسحور؟ بالذات السحر التفريق ده، يعني انا شايفه ان هو شيء عظيم وشيء كبير. يعني كون ان الساحر ده عايز يفرق بين المرء وزوجه، انا شايف ان الموضوع ده خطير وموضوع كبير، محتاج بقى افكار ومحتاج اراء ومحتاج حتى مشاركه الناس معانا. واحنا شايفين قد ايه المجتمع موجوع زي ما حضرتك قلت. والله يا شيخ ايمن سامحني، يعني يعني عندما حضرتك قلت ان المجتمع موجوع او بالطريقه دي، ما كنتش مصدق قوي يعني ان المجتمع موجوع. لكن اتصالات وناس بتتواصل معانا بعد الحلقه على مدار اسبوع كامل من الاحد للاحد، تليفوني ما بطلش ومش عارف ارد ومش عارف اتكلم. انا حسيت ان انا نفسيتي اصلا تعبت يعني بصراحه. سحر التفريق سحر طبعا، واحنا قلنا طبعا ان اهم شيء عند الابليس انه يفرق بين الرجل وزوجته. اي يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ده افضل غايه عندهم. تمام. تفكك اسره يعني دمار. اولاد بيتشتتوا يعني دمار للاسره بتتفكك. التفريق وده غالبا اللي بيعملوا هم برضك اللي هم بتوع الطريقه السفليه. واحد اتقدم لواحده عارف ان عمتها بتعمل اعمال والبنت مش كويسه تركها، راح اتقدم لخطبه فلانه. تمام. بعد ما اتجوزها طبعا التانيه اتصلت بيه خطيبته الاولانيه، انا هوريك النجوم نجوم الليل في عز الظهر. طب انا واخد الكلمه مش فاهم حاجه، رسمت معقد على التانيه ودخل عليها الا وحياته اتقلبت لجحيم. هو مش طايق زوجته وهي مش طايقاه. ما كملش شهر طبعا القصه دي انا بكلمك قصص حقيقيه. تمام. وصل الخبر ان هو عرف ان هو الكلام ده امتى بقى؟ بعد ما طلق. شهر واحد وطلق. تمام. البنت طبعا كانت حملت، وبعد 3 سنين لما تم الطلاق قعد 3 سنين البنت عند اهلها. ايه مفيش ما يعرفوش السبب يعني. هو مش طايقها والعياذ بالله مش عايز يعني يتواصل معاه. ربنا كرمه بطفله اهوت او طفله يعني دخلوا يبقى سعيد يعني. دخل ما بينهم قواضي ومحاكم المهم وصل الطلاق. البنت عندها 3 سنين. بعد ما طلق عرف ان الموضوع ايه؟ موضوع سحر. مين اللي عمله له؟ خطيبته الاولانيه. كل ده ليه؟ عشان ما اتجوزهاش وراح اتجوز غيرها. حسبي الله. ده دي نبذه من المجتمع. ده دي ايه؟ نبذه. حسبي الله ونعم الوكيل. واخد بالك؟ ادي البنت اللي خرجت دي مالهاش اب، جدها اللي بيربيها وستها. واخد بالك؟ ادي نوع من انواع التفريق. ده غير بقى الخنقه والزهق والمرض والوجع. اكيد الحاجات دي يعني. انا بسال سؤال بس، سحر التفريق هم اللي بيعملوا كده ورد عليهم اسلام اصلا؟
يعني لا بجد، ما هو اللي راح يعمل عمل في واحد صاحبه ولا واحده تعمل واحده عمل في واحد كانت نفسها فيه او مثلا واحده كانت عايزه ابن اختها ياخد بنتها وما خدهاش، يا شيخ ربنا يذل نفسها بجد. ما ده اللي هيحصل، ربنا يذل نفسها بجد. كل انسان كل انسان بيجعل انسان يتالم او يدخل عليه كرب وهم او الم، انت تخيلك ان هو كده هبقنا هيترك؟ لا طبعا، لا 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 والله. انا اعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى اشد انواع الظلم. انا اعتقد ان الله سبحانه وتعالى ممكن يسامح في حقه، ما اديتش فريضه ما ادى كده، لكن موضوع ان عبد يضر عبد ويسيبه كده طليقا دون حساب ودون عقاب في الدنيا، انا ما اعتقدش. عندي يقين ان ربنا هيخلص من العبد اللي بيضر العبد اخوه ده في الدنيا قبل الاخره يعني. اكيد طبعا. عارف الصابرين المشكله في ايه؟ ده انت الانسان اللي انت رايح توجعه ده عارف، حسب الوقت بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى ما يأذن ان السحر ده يتفك او ينتهي، لان في طرق بتتعمل واخد بالك، السحره بيستخدموها، لان السحر ده برضك ليه انواع، سحر مائي وسحر هوائي وسحر ترابي وسحر منشور وسحر معقود وسحر منفوث وسحر اثر، دي انواع. عارف الترابي يدفن السحر الحجاب اللي عامله او السحر الطلاسم اللي عاملها تمام في المقابر، لا اله الا الله، او يروح في اي صغيط كده جنب غيط من المزارع ويروح دفن. شوف بقى امتى يطلع السحر. لو شفنا ناس شوف بقى لما امتى نوصل واحد يفتح المقبره ديت ويطلع السحر. شبابنا في الالويه بارك الله فيهم يعني عملوا حمله كده وكانت تحت عين البحث الجنائي هناك او القسم او المركز ما اعرفش البلد يعني ايه، وطلعوا كميه رهيبه جدا اتكلمنا عليها في البرنامج، يعني كميه بقى صور لعريس وعروسه، صور لناس، صور لاطفال، حتى الاطفال ما سلمتش من اذاهم يا شيخ ايمن. طبعا السحر المائي يرمي السحر في البحر او يرميه في بلعات المجاري. شوف بقى على ما توصل ممكن بقى الواحد ياخد سنه اتنين ثلاثه خمسه وهو بيعاني اشد انواع الالم. عارف يعني ايه بيت كان هادي وفي الهدوء والسكينة يتقلب ايه؟ الله يفتح عليك يا شيخ ايمن. حزن. شايفة مدام سهير الشيخ ايمن بيقول حاجات خطيرة يعني، بيقول في التفريق بالذات. وانا هنا يعني لمحت حاجة في كلامك في القصة اللي انت حكيتيها. كنت بتقولي ان هو عمل لها حجاب ويحطيه تحت مخدة زوجك وبتاع والكلام الفاضي ده. وهو اصلا ساحر طبعا، لا ليه عهد ولا في اي حاجه، ده هو جوزها لما طلعها عشان اكتشف انها بتروح لدجالين. تتخيلي ممكن يكون خد منها الفلوس وضحك عليها وعمل لها حاجه في الحجاب دوت، سحر تفريق او كان او ماني. المهم هو عايز همه الوحيد حاجتين، بيفكر في المال او في الجنس، واخد بال حضرتك، يمارس بقى الرذائل ويمارس الزنا، وده تقرب للجان يعني، انت فاهماني ازاي؟ ممكن. وسحر التفريق دوت الشيخ ايمن بيقول حاجه خطيره جدا، بيقول ابليس مسخر الجان او مسخر اعوانه، وكل اخر النهار كده يجي انا عملت كذا وعملت كذا، واخر واحد يقول له انا فرقت بين المرء وزوجه، يقول له انت ابني حقا، وياخده في حضنه كده ويطبطب عليه. يعني ليه احنا بقى ما نصدقش ان ممكن الساحر ده الحجاب اللي هي فاهماه ان في قران او في حاجه هتعالج او الكلام ده، ليه اصلا الساحر ما نشكش فيه ان هو عايز يفرق بين الست والزوج والزوجه؟ والله يعني احيانا بيعمل كده عشان يبتز بقى اموال منها على فترات، لكن برضو في زي ما في سحر التفريق، في سحر ان واحد يعمل واحده تعمل لواحد حاجه بالمحبه. يعني انا اعرف بنت عندها 32 سنه عملت حاجه لراجل، وانا عرفت الموضوع ده بالصدفه، عنده 61 سنه علشان تتجوزه، عشان غني ومبسوط ومعاه فلوس، بالرغم هي يعني كانت متزوجه ومطلقه ومعاها طفل، فعايزه تجيب رجل الراجل ده باي طريقه. والله العظيم الكلام ده حصل، راحت لشيخ اديته 5000 جنيه، فعلا الراجل ده خلال شهر كان متجوزها. يعني بس الوقت بقى بيعمل فيها ايه؟ بيبتزها. بيبتزها بقى، خلاص انت خدتي راجل بقى معاه فلوس وغني، فعايز بقى كل شويه، يعني متجوزه بقى لها شهرين مثلا او 3 شهور اهي، انا عايزه اقول لك كل شويه اديها تليفون، لو ما راحتش وديت له فلوس بيبهدلها يعني، وبيقول لها هفضحك وهوري له الصوره اللي انت جبتها لي، اعمل له العمل عليها يعني يعني يا مدام سهير
يبقى هو السبب في العيشه دي والخير اللي هو جالها ده كله، ويسيبها كده ليه مولانا يعني؟ ويا ريت هي مثلا يعني بتحب الراجل وهتعيش بما يرضي الله، لا هي عايزه تقلبه وتاخد القرشين اللي معاه وسلام عليكم. لا هي بس على ما توصل لمراته. مش ده برضو يعني حرام يا شيخ ايمن في طبعًا الدين طبعًا ان هي تعمل حاجه بالمحبه وتخلي واحد يتجوزها؟ ما هو ده من انواع السحر، سحر المحبه. حرام طبعا، اسمه سحر كف المحبه. هنتكلم عنه ان شاء الله. والله يعني في سحر، سحر فعلا ده حقيقي. ايوه يعني انا عايزك تتكلم وعلم يا شيخ ايمن تفهمنا يا جماعه سحر المحبه. بس في حاجه لازم نعرفها. انت لما واحد يجي يتعلم مهنه مش ممكن بعد يبقى شاطر فيها؟ طبعا. ركز معايا قوي في الكلام. ماشي. عشان بس ايه ساعات الدكتوره كده بتجيلي منها شويه حاجات. طبعا هي معذوره عشان في حاجات بتبقى يا جماعه في دجالين محترفين، سحره محترفين. تمام. بيتقن السحر صح، بيتعامل صح، السحر بتاعه بيشتغل صح. في واحد بقى اللي هو الهاوي ده. ده بقى ممكن تخبط معاه مره يعمل السحر يطلع كويس. مره ما يبقاش كويس، اصل انت الحجاب بتاعك انت زعله من تحت المخده. أيوة. لا لا هو 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 مش 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 متقن العمل بتاعه. اي كلام واي هركله يا جماعه. خلاص. السحر سحر. بيعمل السحر. مش كلهم نصابين، وهم كده كده هم باعوا الدنيا، فاهم حاجه عندهم الفلوس. فسحر المحبه لو واحد صح يعني هو فاهم ومتخصص في سحر المحبه هيعمل وهيخليها تحبه. تمام. بس في مصيبه طامه بقى، ده كده كده كفر. تمام. كده كده كفر. في واحده بتروح للشيخ انا عايز جوزي ما يحبش حد غيري. تمام. ويعمل لها السحر. يتقلب عليها ازاي بقى؟ تمام. السحر يبقى مش فاهم او يلطش لما ما يحبش حد غيري يكره امه. اخواته يعني ما يحبش حد غيري يكره كل الناس، تحول حياته. وقصص كتير بتجنن. طب وده حب يا شيخ؟ والست اللي بتقول لك ابني بي 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 مش عايز يرد عليا وكل حاجه مصدق مراته، ما ده سحر محبه. يكره امه واخواته البنات واي حاجه فيها بنات. يا شيخ حبها اتنين عفاريت في بعض. وممكن كمان يكرهها يتعمل السحر عكس. يكرهها ويطلقها، يبقى ضرت نفسها، عملت دخلت في عمل كفر وخسرت في الاخر حياتها. عشان تروح له تاني عشان يرجعها لجوزها وياخد فلوس تاني. يا شيخ ايمن انا اقول لها حاجه واحده بس، يحبها اتنين قرود يتنططوا كده ويشغلوها كده ويقبلوها يعني بصراحه. مدام سهير، انت ان شاء الله باذن الله توعدينا ان يكون في حلقات قادمه يعني نتكلم فيها، وانا عارف ان انت عندك قصص كتير واقعيه يعني من ارض الواقع يعني. ان شاء الله ان شاء الله. احنا وقتنا بيمر سريعا معاك، وانا مش عارف يعني والله العظيم الساعه دي بسم الله ما شاء الله بتعدي سريعا كده يعني بجد. الحلقه بتجري بسرعه. يعني احنا نستمتع. بس يعني ننبه كده اي اتصال ليكي او كده يعني نعرف الناس يا جماعه، لا ما ينفعش نروح للدجالين دلوقتي بقى، وما ينفعش نروح للصحراء. واللي هيعالج يعالج بالقران والسنه، ويكون راجل سني معتدل. الدين بتاعنا دين وسطي، دين واي بقى خلطه اي حاجه تتعمل ما تحطهاش لجوزها، حرام عليها. هي بتاذي جوزها او بتاذي خطيب بنتها، بتاذي الناس من حواليها وهي مش حاسه بجهلها. صح كده. انا في نهايه لقائي وفي نهايه حلقتي من برنامجكم ازمه اخلاق، بتوجه بالشكر طبعا للداعي الاسلامي الشيخ ايمن المصري. كنت معايا الشيخ ايمن، شرفتني، وانا عارف ان الوقت عدى سريعا يعني. يعني مفيش ثانيتين. طب ماشي، الدكتوره مش لوحدها اللي هتتصل. تمام. اي واحد بيشاهد البرنامج عايز يعمل عمل لله وعمل خير ينشر الحلقه دي على اوسع النطاق. عشان الناس تفهم. تمام. مش هيقف على حد معين، لا كل. تمام. يا رب كل ينشر الحلقه. تمام. وكل واحد يقول لاصحابه ينشروها عشان الناس تتعرف وتعرف الصحراء والدجالين عشان يحترسوا منهم. ربنا يخليك يا شيخ ايمن، وربنا ينفعك. طبعا ربنا ينفعك زي ما بتنفعنا يعني بتنفع الساده المشاهدين. ربنا يبارك. شكر بوجودك معايا يا شيخ ايمن، سعيد جدا. ووعدنا ان احنا نكمل في هذا الملف يعني. اسال الله يعني يرزقنا العمر بس، واحنا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. مدام سهير فاضل سيده الاعمال البورسعيديه، انا بشكرك كتير جدا على وجودك معانا، وانا عارف قد ايه بنصحيكي بدري وبنتعبك. ولكن احنا في خدمه المجتمع والمجتمع المدني طبعا. وناسنا دول اهالينا، مصر دي حبيبتنا وناسنا. طبعا. انا متشكر جدا لوجودك معانا. متشكرة جدا استاذ ابراهيم، كتر خيرك. اعزائي المشاهدين، ما زال الملف معاكم مفتوح ان شاء الله. هنوصل لنهايته. نهايته دي امتى بقى؟ لما ربنا يقدر ان شاء الله باذن الله. بس اكيد احنا استفدنا كتير، احنا استفدنا منكم ومن قصصكم ومن ارائكم. اتواصلوا معانا، شاركونا على صفحاتنا الفيسبوك، في صفحه ابراهيم خلف الله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، او صفحه الشيخ ايمن المصري على موقع التواصل الفيسبوك. في نهايه حلقتي بتوجه لحضراتكم بالشكر، وان شاء الله باذن الله حلقات قادمه وحلقات عديده نتكلم في هذا الموضوع من خلال هذه الشاشه الهادفه، هذه الشاشه العملاقه، هذه الشاشه المحترمه. انا بتوجه بالشكر لكل فريق عمل برنامج ازمه اخلاق. انتظرونا يوم الاحد القادم في 9 صباحا، ان كنا من اهل الدنيا او من اهل الارض. نستودعكم الله في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته من برنامجكم ازمه اخلاق.